نحمد رب العباد حمدا يوفي نعمه ويدفع عقابه ويكافئ مزيده ومرات في هذه اللقاءات على راس هؤلاء شيخ هذا المسجد وامامه وخطيبه اخو شيخ مختار يحفظه لطيف الفرد في الله تبارك وتعالى والذين جعلهم الله تبارك وتعالى سندا له في دعوته فنسأل الله جل وعلا أن يجزين لهم المثوبة إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم موصول إليكم جميعا معاشر الأكارم دون استثناء إذا تجشمتم بعض المشاق واقتطعتم شيئا من أوقاتكم الثمينة من أجل أن تجلسوا وأن تحضروا أن تنتفعوا فأسأل الله جل وعلا لا تخرجوا من هذا المجلس بخفي حنين بل أسأله تبارك وتعالى أن نخرج جميعا فقيل لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وما ذلك على الله بعزيز. أيها الأكارم موضوع هذه الليلة ضمن موضوع كبير أعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تعلمون جميعا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى هذا الباب المبارك فقال فيه باب العلم قبل القول والعمل. أول ما استدل به قول الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ويعلم متقلبكم ومثواكم. ما أعظم وما أعظم هذه الكلمة وما أجل هذه العبارة. عباد الله موضوع كبير واسع عظيم نافع خطير في الوقت الفيه. تحت هذا الموضوع اخترنا بتوفيق من الله تبارك وتعالى موضوعا جزئيا ما أعظمه ما أجله وما أنفعه هو موضوع التوكل. وما أدراكم ما التوكل؟ أسميناه بتوفيق من الله تبارك وتعالى التوكل زاد المتوكلين أو زاد الموحدين. التوكل زاد الموحدين فالموحد الذي وحد الله تبارك وتعالى في صغير الأمور وكبيرها في ظاهر أموره وباطنها الذي وحد الله تبارك وتعالى توحيد الخالص واجتنب الإشراك به بجميع أنواعه هذا الموحد لا يتصور أنه لا يكون متوكلا. فالتوكل والتوحيد في الحقيقة وجهان لعملة واحدة. الرجل المتوكل هو الرجل الموحد حقا وصدقا والرجل الموحد حقا وصدقا لا يتصور أنه ليس من المتوكلين. معاشر الأكارم موضوع التوكل موضوع عظيم للغاية وموضوع خطير في الوقت نفسه. نحرص إن شاء الله تعالى هذه الليلة على أن نجديه حق التجدية ومن ورائه طبعا من وراء التمسك به من الخير. أولا نقول التوكل من العبادات القلبية تحصيلها على كل مؤمن ومؤمنة والتوكل أدب رفيع مع الله تبارك وتعالى. التوكل حقيقته تنبني على ركنين اسمع هذا واحفظه في مقدمة هذه الكلمة. التوكل حقيقته تنبني على ركنين اثنين مهمين عظيمين. الركن الأول الثقة بالله. الركن الثاني الاعتماد عليه سبحانه وتعالى. فلا بد من هذين الركنين مجتمعين. من زعم منا أنه من المتوكلين فلا بد أن يجمع الأمرين. لازم تجمعهم في اثنين. الثقة في الله الثقة المطلقة في الله سبحانه وتعالى والاعتماد المطلق على الله سبحانه وتعالى. إذا واحد اثنين ليس ذلك بتوكل. ولنضرب مثلا ضربه الإمام ابن القيم أو حينما كان ابن القيم رحمه الله يشرح في هذه القاعدة المباركة ذكر هذا الأمر. قال لك الإنسان قد يثق في إنسان ما ثقة عمياء ثقة مطلقة عنده ثقة فيها لكنه لا يعتمد عليه. لما؟ لأنه ليس بحاجة إليه. عندي ثقة فيه كبيرة الحمد لله ما نشكش فيها أبدا وما نشكش في القدرات تاعه لكنني لا أعتمد عليه. لما؟
لأنني مستغن عنه، احتاجوش، أنا مستغن عنه. وأحيانا العكس، قد تعتمد على إنسان وأنت في قرارة نفسك تعلم أنه ليس بثقة، لا تثق فيه، لكنك تعتمد عليه لما؟ لأنك بحاجة إليه، اعتمدت عليه لأنك بحاجة. أما الله تبارك وتعالى فينبغي أن تثق به ثقة مطلقة، وينبغي أن تعتمد عليه الاعتماد المطلق في الوقت نفسه، ثقة مطلقة واعتماد. بهذين الركنين نكون إن شاء الله. أيها الأكارم، هناك أدلة في القرآن والسنة على وجوب إخلاص التوكل على الله تبارك وتعالى، أن تكون مخلصا في توكلك على ربك تبارك وتعالى. أدلة كثيرة. الدليل الأول قول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. المؤمنون، ربي اجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وعلى ربهم يتوكلون. بعد قال أولئك هم المؤمنون، هم المؤمنون حقا. اسمعوا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام. قال رحمه الله: هذا كله واجب، فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص واجب، كما أن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجب. الله بالتوكل، اسمع، الله بالتوكل أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة. مع أن أسئلة تعالى كثيرة ما تكون في قضية الوضوء وما يتعلق به، وهذا ليس عيبا، لكن لابد أن نسأل أيضا عن التوكل. فالتوكل أعظم، التوكل أعظم. ثم إن الله عز وجل ذكر في التوكل آيات في مواطن عدة أكثر مما ذكره سبحانه وتعالى من الآيات في الوضوء ونحوه، كما سمعتم في كلمة شيخ الإسلام. قال: ونهى عن التوكل على غير الله، قال الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شكون؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ربي يجعلنا وإياكم من المؤمنين. هذا الكلام في مجموع الفتاوى. ثاني، قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. شوف قبل قليل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بين تقول فليتوكل المؤمنون على الله، وبين وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وبين تقول فتوكلوا على الله، وبين يقول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا. وعلى الله فتوكلوا، توكل على الله، على الله توكل، مش كيف كيف. لأن تقديم المعمول معروف في اللغة العربية، تقديم المعمول على العامل يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، يفيد الحصر. يعني لا تتوكل على غيره. لو كان قال لكم بتوكل على الله، ممكن تتوهم أنت بتوكل على الله وتتوكل على واحد آخر، لكن لما يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إياكم أن تتوكلوا على غيره. كما مثل قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. بتقول نعبدك ونستعين بك، وبين إياك نعبد وإياك نستعين فرق كبير. نعبدك، قد نعبدك ونعبد غيرك معك، نستعين بك ونستعين بغيرك، فعل واحد. لكن إياك نعبد تقديم المعمول على العامل، خلاص يفيد الحصر والقصر. إياك نعبد وإياك نستعين، لأن لا نعبد إلا أنت، إلا الله عز وجل، ولا نستعين إلا بك، صح؟ وهنا كذلك الله تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول على ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، قال: فجعل التوكل شرطا في الإيمان. اسمعني، فجعل التوكل شرطا في الإيمان، أشكونا زاد الموحدين، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ونبوء. إذا شوف، قوة التوكل تدل على قوة الإيمان، ضعف التوكل يدل على ضعف الإيمان. المشكلة كلها مشكلة إيمان القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا
فإذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لما يصبح كله يخشو الفساد القلب فيخدش التوكل. إذا نمشي كيف كيف الآن لما عرفنا تقريبا عموما أنه يجب علينا أن نتوكل، وعرفنا وش معنى التوكل، الثقة بالله تبارك وتعالى مطلقة بالله سبحانه وتعالى، التوكل دائما هكذا، الثقة المطلقة بالله عز وجل مع الاعتماد المطلق عليه تبارك وتعالى، طبعا مع اتخاذ الأسباب المشروعة كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. الآن السؤال الوجيه الذي ينبغي أن يطرح، كيف السبيل إلى تحصيل هذا التوكل المطلق على الله تبارك وتعالى؟ ما هو الطريق إلى أن نكون من الموحدين ومن المتوكلين حقا وصدقا؟ نذكر بعض العناصر حفظكم الله التي تؤدي بنا إن شاء الله تعالى إلى هذه النتيجة الطيبة، وهي التوكل الصادق على الله عز وجل. أولا معرفة الله تعالى، يعني وش الشيء يخليك تتوكل صح؟ حقيقة التوكل على الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماءه. الشيء الأول كامل الذي ينبغي أن نتشبث به أن نعرف الله جل جلاله بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى التي تدل على عظمته، تدل على رجوع الأمور كلها إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى. لم يكن عندك على هذا الاعتقاد لابد أن تتوكل، ما تتوكلش على المخلوق، تتوكل على الخالق سبحانه وتعالى. الأمور كلها وأن إلى ربك المنتهى. إذن معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، لما تعلم أن الله تبارك وتعالى هو الملك، معنى ذلك أن كل شيء في هذه الدنيا هو ملك له، هو ملك له. لما تعرف بأن الله عز وجل هو الملك أيضا، تعلم أنه لا يكون في ملكه إلا حاجة في ملكه، هذا يدفعك وأن تتوكل عليه سبحانه. لما تعلم بأن الله عز وجل من أسمائه الحي وكان في أعظم آية في القرآن، آية الكرسي، لا إله إلا هو الحي القيوم. لما تعلم هذا الشيء سبحان الله العظيم تتوكل على الذي يموت، عجيب جدا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا هو العقل، يتوكل على الحي الذي لا يموت، كما قال اجعل بربك كل عزك، إذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. احنا للأسف في كثير من الأحيان نعتز ونفتخر بمن يموت، نتمسك بمن يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت. كذلك لما تعلم أن الله عز وجل هو القوي الذي لا يستولي عليه عجز، هو المتين تبارك وتعالى الشديد في قوته، هو النصير لعباده، هو الصمد. أتدرون الصمد؟ من أحسن العلماء في رفع الصمد قل هو الله أحد، الله الصمد، أي الذي يقصد من ذوي الحوائج لأنه يقضيها، وغيره لا يقضي على الحقيقة. الذي يقضي على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، فالصمد هو المصمود إليه، هو الذي يلتجأ إليه، هو الذي يلتجأ إليه أصحاب الحوائج، الذي يقصد في الحوائج. وقس على هذا أو قس على ما ذكرنا جميع أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، في العلم بأسمائه وصفاته. علاش احنا للأسف على بالك مبحث الأسماء والصفات من أعظم المباحث العقدية، لكن في كثير من الأحيان لما نقرأ مباحث الأسماء والصفات ما نقرأوش هذيك القراية، ما نفهموش هذيك الفهم اللي كان يفهموه السلف رحمهم الله تعالى. لما يسمع الحي، لما يسمع القيوم، لما يسمع القوي، لما يسمع العزيز، لما يسمع العليم، لما يسمع السميع، لما يسمع البصير، عقله العظيم هذه وما تتضمن كلمة، هذا يدفعه إلى العمل بمقتضاها. مش فقط نعرف هاي كيف نتعامل مع الأسماء مليح في البداية، كيف نتعامل وتعامل صحيح مع أسماء الله الحسنى وصفاته السنية في العلا، لكن هذه الأسماء وهذه الصفات لابد أن تدفعنا إلى العمل بمقتضاها بما تستلزمه حفظكم الله. ثانيا مما نحصل به التوكل الصادق تصحيح الاعتقاد في ربوبية رب العباد سبحانه وتعالى مع حسن الظن جل في علا. أليس الله، وش قلت؟ بلى والله إنه لكافي عبده،
أليس الله بكاف عبده؟ هنا قال ابن القيم رحمه الله الكفاية على حسب العبودية، كفاية على حسب العبودية. أليس الله بكاف عبده؟ حبيت يكفيك ربي، يكفيك بالعبودية، قد ما تتعبد الله عز وجل قد ما تكون كفاية. أليس الله بكاف عبده؟ وقال جل في علاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خلاص ربي عز وجل لن يخلف وعده. الله بكاف عبده، اعبد ربك حق العبادة وستجد الله تبارك وتعالى أمامك، ما يخليكش ما يخذلكش حاشا سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه أي فهو كافيه، يكفيك تبارك وتعالى، توكلت على الله حق التوكل، ما عندك ما تخاف بعد ذلك. ثالثا التوفيق والتوفيق سبحانه وتعالى، والنظر فيما مضى من أيامك. ربي عز وجل قال في القرآن وما لنا، وهذا قالوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. سبحان الله، كيفاش ما نتوكلش على ربي وأنا الحمد لله طحت في الضيق ما لقيت حتى واحد؟ هذاك الضيق خرجني من ربي عز وجل، مرض ما شفاني حتى واحد، شفاني ربي تبارك وتعالى، طحت في دين غرقت، خرجني من هذا الدين رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا وكل واحد فينا عنده حكايات في حياته، عنده قصص في نفسه هو، وفي من هم قريبون منه، ولاده خاوته زوجته باباه يماه اصحابه، عنده قصص كثيره كيفاش ربي عز وجل يسلك العبد تاعو في الضيق. خلاص ما تم تعرف هذه الحقيقه، وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. كيفاش ما نتوكلش على ربي؟ ربي هو اللي هدانا سبلنا، هو اللي وفقني، هو اللي خرجني من جميع المآزق سبحانه وتعالى. هذه الاشياء ما تغفلش وما تنساش الفضل، لا تكن نائما، بل كن طيبا كريما، وتذكر فضل الله عليك، وتذكر رحمته بك، وتذكر إنعامه عليك، وتذكر آلاءه سبحانه عليك. رابعا الإيمان بأنه لا يصيب العبد إلا ما كتب له وما قدر له. قل لن يصيبنا الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما دام أنت عندك عقيدة، عندنا عقيدة ولا ما عندناش؟ بأن الله كان وما لم يشأ لم يكن، عندنا هذه العقيدة ولا لا؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ركن هو الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بقضاء الله وقدره، الإيمان بالقضاء والقدر حلوه ومره، خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. لما يكون عندك هذا الإيمان هذا كله يدفعك إلى أن تتوكل على الله عز وجل حق التوكل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خامسا تذكر قصص السابقين الصادقين المؤمنين الموحدين المتوكلين الذين توكلوا على الله حق توكله، فوجدوا بين أيديهم الخير الكثير أينما حلوا وحيثما ارتحلوا. الإنسان يقرأ قصة السابقين، ونحن نقوله ماشي في الباب، في باب التوكل وباب العقيدة عموما وفي أبواب شتى، تقرأ كيفاش عاشوا الأولين طبقوا هذا الدين عمليا، طبقوه في حياتهم، طبقوا ما كانوا يقرؤونه من القرآن وما يقرؤونه من سنة النبي عدنان صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء طبقوا الدين هذا عمليا مليح تقرأ. خاطش في كثير من الأحيان يا إخواننا نفقد القدوة، علاش نضعف؟ ماشي لأننا نشك في صدق القرآن، حاشا، نشك في صدق السنة، حاشا، لكن ماشي القدوة العملية. الناس اللي طبقوا القرآن، علاش لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، واش قالت؟ كان خلقه القرآن، خلق تاعو القرآن، يهتدي بهديه، يأتمر بأوامره، ينتهي عند نواهيه، كان قرآنا يمشي كما يقولون. وهكذا كان السلف بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كان. إذا الإنسان لما يطبق واش كاين في القرآن ويطبق واش كاين في السنة، هذا هو يصير دينا وإسلاما يمشي. احنا قلنا من ليس شكا في القرآن ولا شكا في السنة، لكن القدوة بالعينين ما كاش. كي تقل القدوة وتضعف القدوة يضعفوا هذا الناس اللي يطبقوا الدين عمليا. الحمد لله كاين الكتب، روح اقرأ عن هؤلاء الذين طبقوا الإسلام عمليا، اقرأ عليهم ترتاح. ولذلك كان من قول السلف رحمه الله تعالى تراجم الرجال مدارس الأجيال، تراجم الرجال مدارس الأجيال.
وأوصى أبو حنيفة رحمه تعالى ولده فقال يا بني لا تراجم الرجال أحب إلي من كثير الفقه بعد الفقه علم عظيم جدا لكن تراجم الرجال وحياة الرجال وسير الفحول أبطال هذه نحتاج إليه احتياج عظيما حفظكم الله معاشر أكارم الأمر السادس الذي يدفع إلى التوكل ويجعلنا نحصله إن شاء الله المحافظة على ذكر الله تبارك وتعالى الذكر الكثير يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الذكر الكثير الذي يتوطأ فيه القلب واللسان والجوارح هذا الذكر العظيم أو يبعث بنا دائما على التوكل إن شاء الله تعالى ثم من الذكر عموما كاين واحد الأذكار وكاين واحد الأدعية لا ينبغي أن تفارق ألسنتنا آناء الليل وأطراف النهار منها ناله رسول الله عليه الصلاة والسلام من دعاء الخروج من البيت لما يخرج خارج الإنسان بيته أو يقول بسم الله بسم الله توكلت على الله اسمك تقول هذه الكلمات ودائما شيء فادي في صلاتي خارج صلاتي الأذكار لما تقولها حاول تفهم تفهم وش تقول حاول تتفاعل مع ما تقوله هكذا إذن وش علمنا لما تقوله كل خروجون بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة جدا بسم الله بدأت باسمه تبارك وتعالى مستعينا به جل في علاه توكلت على الله فوضت أمرك إلى الله جعلت ثقتك كلها بالله وجعلت اعتمادك كله على الله مش ما تخاف بعد شيء وبعد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول لأحد من شر إلى خير والعكس أحد من معصية إلى طاعة من كفر إلى إيمان من شرك إلى توحيد من مرض إلى عافية إلى آخرة إلا بالله تبارك وتعالى توكل عظيم بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا تنساش الكلمات سهلة ميسورة وعظيمة في معاني تاعها والمرامي والمقاصد تاعها وعلم أولادك قبل ما يخرجون بك لازم يقولوا الكلام كي تقول على بوش قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول هذه الكلمات يقول الشيطان هديت وكفيت ومقيت وتنحى عنك الشيطان ويقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك رجلان قد هدي وكفي ووقي الله أكبر شيطان بلاتهم يتحدثوا أنت ماشي فاير صعب تعتقد الاعتقاد وأنت تقول هذه الكلمات من أعماق القلب وأكثر مش تقول لازم تتذكر بل الآن زوج من الشياطين يتكلموا هديت خلاص راك مهدي للطريق المستقيم إن شاء الله وكفيت كفيت كل الشرور كفاك ربي الشرور كفاك ما أهمك وما أغمك هديت وكفيت ووقيت وقاك ربي بكل سوء وتنحى عنه الشيطان ويقول للشيطان الآخر كيف لك برجل قد كفي قد هدي وكفي ووقي يعني خديك ما الإنسان لا تبعوش قصد يعني ربي راه معاه اذا كلمات عظيمه لا ينبغي ان ننساها حفظكم الله كذلك علمنا النبي عليه الصلاه والسلام كلمات عظيمه جدا نقولها في اذكار الصباح والمساء ثلاث مرات اذا اصبحنا وثلاث مرات اذا امسينا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الله اكبر ما اعظمها من كلمات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كلمة سهلة لنا كلمة سهلة اللي مش حافظها يروح يحفظها واللي حافظها مش يقولها لازم يقولها ثلاث مرات حين يصبح وثلاث مرات حين يمسي عباك تقولها ولا قلت أصبح مصباح العشية ما يضرك حتى شيء بإذن الله تعالى ولا قلت العشية حتى الغدوة من ذلك إن شاء الله ما يضرك ولا شيء سبحان الله يقين والله العظيم والله العظيم هذا هو الحق أخبرنا بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم تعرفوا صار هذا الحديث هذا يا حدث به واحد حدث به واحد من سلف هذه الأمة هو أبان ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه أبان ابن عثمان كان يحدث هذا الحديث بل اللي يقول هذه الكلمات ما يصير له له طبعا بين بل الله ما له يقول هذه الكلمات كان واحد شافه
فجعل ينظر إليه. علاش؟ لماذا؟ لأن أبا بن عثمان هذا لما حدث بالحديث كان قد أصابه طرف فالج. وطرف الفالج ما هو؟ اسمه اليوم الشلل النصفي. شلل نصفي يا أصيب بشلل. اسمه وش كيف يقول أخوي؟ شوف فيه متعجبا. اسمه كيفاش قلنا اللي يقول هذا النصران ملوت أصرك هذا الشيء؟ تلاشك أنك تقوله. وش قال له؟ فهم كي كان ينظر إليه. قال ما لك تنظر إليه؟ أما إن الحديث كما حدثتك ولكنني لم أقوله يومئذ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. حديث كما حدثته صح أنا نسيته ذاك النهار ما قلتوش. ما تتعجبش يعني. ويذكر هذا أيضا الإمام القرطبي رحمه الله أنه أقرب وذكر نسي هذا الذكر في صباحه رحمه الله. إذا بالك حاول كيف ما تنساش أنت والأهل تاعك ذرية تاعك بسم الله الذي لا يضر في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. شوف المؤمن يسمع وكيقول أبغى تخرج واحد القوة الضار تخرج بقوة كبيرة ما خايف ولا بإذن الله ما رك خايف عدو ولا خايف أي شيء لأنك قلت هذه الكلمات فأنت في حفظ الله تبارك وتعالى وفي ستره ومعونته جل في علاه. معاشر أفاضل ثم بعد هذا كله أيضا مما يدخل في التوكل وتحصيل التوكل الحرص على الأسباب المشروعة. تأخذ بالأسباب المشروعة. لما تأخذ بالأسباب المشروعة والقلب تاعك قد تعلق بالله تبارك وتعالى ثقة واعتمادا وتفويضا للأمر إلى آخره وتأخذ بالأسباب المشروعة. لأنه ما تصورش أنت بالتوكل أنك تجلس في بيتك وتقول لي توكل دوك يجيني الرزق. ما خدمش ويجيني الرزق. ما نعالجش ما نداويش ويجيني الشفاء وكذا. لا، نحن أمرنا بأن نأخذ بالأسباب. يعني ما كانش تعارض وما كانش تناقض وما كانش تضاد بين تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى بين التوكل الحقيقي والأسباب المشروعة. شوف لما يتوكل الإنسان على الله حق التوكل ثم يبذل ما متيح له ما تكلفش نفسه ما متيح له من الأسباب المشروعة. انظر ماذا يقول ابن القيم. قال رحمه الله لو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل من مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. الله أكبر. كان ماذا في مدارج السالكين؟ قال لو كان إنسان يتوكل على الله حق التوكل من أجل ماذا؟ يزيل جبلا من مكانه يكون مأمورا يزيله. توكل وقدم السبب ليقدر العظيم سيزيله بإذن الله تعالى. ما يكلفكش ربي عز وجل حاجة ما تقدرهاش. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن هذا هو. اسمع مليح هذا اللي أخذ واحفظ مليح وتفكر هذا المثل. لو كلفت بأن تزيل جبلا من مكانه وكنت مأمورا بإزالته أمرك الله أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تزيله ستزيله بإذن الله تبارك وتعالى. إذن التوكل دائما هو الاعتماد على الله عز وجل كما قلنا ثقة به والاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار مع ماذا؟ مع تقديم الأسباب المشروعة المتاحة والتي أمرت بها. لأن الإنسان إذا بالأسباب فليس من المتوكلين بل هو من المتواكلين. هذا قال العلماء كاين توكل وكاين تواكل. توكل مليح ومأمور به والتواكل ماشي مليح ومنهي عنه. التوكل يعني تترك الأسباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذه الناقة تاعي أتركها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل؟ وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعقلها وتوكل ربطها وتوكل. شو تخليها؟ تخلي سيارتك مفتوحة تقول توكل؟ لا لا أغلقها قدم الأسباب وراح توكل على الله عز وجل. مفهوم الكلام؟ روح عالج صح الثقة تاعك ماشي في الطبيب ولا في الدواء في رب الطبيب وفي رب الدواء سبحانه وتعالى. واضح هذا هو قلبك متعلق بالله تبارك وتعالى 100% ثقة مطلقة كما قلنا واعتماد مطلق وتفويض أمر مطلقا إلى الله تبارك وتعالى وراح يتقدم الأسباب المشروعة والمتاحة. إذا لما أنت تتوكل تزعم أنك توكلت لكنك لا تقدم الأسباب ولا تهتم بها أسباب المشروعة ما تهتمش بها تكون متوكلا. والعكس أيضا اعتمدت على الأسباب كل الاعتماد إلى درجة أنك صرت
تقدس الأسباب إلى درجة أنك صرت تأخذ بالأسباب المحرمة. هذا طالب بيقول لك بلادي توكل على الله يا خويا هذه الامتحانات صعبوا لي كامل ما كانش يقرا سهر الحرز كان يمشي الكوبياج اخو كان يقول اخذ بالاسباب المحرمه يكون على الله معتمد على الله وليك كان تتقرا ولا لا لا تراجع وتحضر يوفقك ربي ويسرك امورك لانك متوكل على الله تبارك وتعالى. اما انك ما ترجعش كامل القران هذا شنو تجي توكل او انك بالأسباب غير مشروعة بالأسباب المحرمة فهذا ليس من التوكل هذا أيضا من التواكل والله المستعان. وقد سئل الإمام أحمد بن محمد رحمه الله عن أقوام لا يعملون ويقولون نحن المتوكلون فقال هم المبتدعون هم المبتدعون. إذا خذ بالأسباب التي تقدر عليها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعلو لما لأنه في وقت العمل يجده متقاعسين ما يعملوش يروح يضربهم ويقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة لازم تقبل الأسباب وتتعب وتشبر عن سعيدين وتروح وترجع إلى آخره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح مصر وتروح بطن لكن تأمل توكل كالطير يسكر بك ما يزق الطير طير خلق ضعيف ولا لا ضعيف ما عنده القوة اللي عندنا احنا ما عنده العقل اللي عندنا احنا ما عنده المعارف اللي عندنا احنا لكن يرزقه الله عز وجل يخرج صباح يجيب القوت ويرجع لكن انظر الى الاسباب لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروحوا بطالا طائر يروح ويرجع يبحث في الارض وربي عز وجل يرزقه واضح. إذا هذه حقيقة التوكل بارك الله فيك. كما قال واحد توكل على أعمالي في الأمر كله ولا يقعدن بعجز يوم عن الطلب. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذعة الساقط الرطب فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن لكل رزق سبب. مريم عليه السلام لما قال ربي وهزي إليك بجذع النخلة كف عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عين. مريم مرأة ضعيفة مرأة أولا ثانيا هذا كل ولدت أضعف ما تكون عليه المرأة في حياتها هذه المرحلة مرحلة الولادة تكون ضعيفة على شو يقول لك المرأة كي تولد رجل في القبر ورجل في الدنيا جدا 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 هذاك الوقت ربي أمرها بأن تأخذ بالأسباب قلبها معتمد على الله يرزقك ربي أن تحتاجين إلى التمر إلى الرطب بجدع النخلة جدعت النخلة يهزوها عشرة منها ممكن ما يطيحش تمر وحدة مرة ضعيفة لكن هذا الذي تقدر عليه هذا الإنسان يفهم بالأخذ بالأسباب حاجة الأولى أسباب المشروع إياك الأسباب المحرمة أبدا ليس ذلك للتوكل وثانيا الأسباب المتاحة لكن فكر ربي بأسباب فوق الطاقة السبب الذي أتيح لك ولو كان سبب أنت صح بالله تبارك وتعالى واضح. إذا المرأة اللي تقبل عليه وربي عز وجل سيرزقك تبارك المولى تبارك وتعالى رزقا واسعا. ربي عز وجل قال له يا أيها الله ومن اتبعك من المؤمنين قسمك الله يعني يكفيك الله عز وجل أيضا والله يعصمك في بعض شيء النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان يأخذ بالأسباب في مسيرته كلها وش كان يدير كان ينصر دين الله كان عبدا مأمورا أمره الله فأتمر بأمر الله جل خلاص الله عز وجل نصره ووعده الله عز وجل بالنصر لكن مع ذلك كان يأخذ بالأسباب يأخذ بالأسباب يتشاور مع أصحابه يسافر يقطع المسافات يتعب يجوع يعرى يتخبى من العدو إلى آخره المشروعة طبعا والتي في حوزته والتي يقدر عليها. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا مش يقدر هم يتبعوا في قعد يشوف فيهم تخف خالص هذا الأسد لو كان عنده غار أكبر من هذا ما يفرج فيه صلى الله عليه وسلم غار صغير إلى درجة أنه لما دخل النبي
عليه الصلاة والسلام واش قالوا الصديق رضي الله عنه لما وصلوا هما يبحثون جاهدين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه يحسون رسالة لو نظر أحدنا إلى أسفل قدمه لأبصرنا شوف هل عند رجل ما كلفت لا ولا حمامة ولا جوع أخرى اللي كان يذكرها النبي توكل صادق بصح هذا مش يخدم من الأسباب خدم بذلك السبب لا يحبين جانب تنبينه بلي تأخذ السبب ولو كنت بينك ماشي سببين بصح هذا مش نقدر لا بسبب السبب اللي يقدر عليها واش يقولوا لنا واجب عليه أدى الواجب على الأسباب فيما يتعلق بالأسباب مشى في الليل عمى عن القوم خلى شكون يرقد في الفراش إلى آخره دان هذه الأسباب التي بحوزته وصلصب هذا الغار خلف هذا الغار تنصب قلنا أوسع ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخله إذا وش قال لما وصلوا قال لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه لأبصرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما خلاص حنا درنا لك واش نقدروا ما تخافوش الآن ما ظنك باثنين الله ثالثهما ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذه العقيدة الصحيحة ها وش معنى التوكل زاد توحيد صادق خالص يستلزم منا هذا بارك الله فيكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه احفظ هذا الدرس احفظ هذا الدرس خلاص في غزوة بدر لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ليلة كاملة وهو يصلي ويبكي ويتضرع خلاص راح يواجه العدو رافعا يديه ما زال يدعي صلى الله عليه وسلم هذا هو السبب الحقيقي يدعي ويبكي حتى يقول صلى الله عليه وسلم يا رب انتهى قلنا هذه الكون يموت شكون راح يعبد في الارض لن تعبد ويضرع الى الله من تاع البار الذي قد حفظ الدرس هذا تاع غرفه وحفظه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط رداءه من على منكبي شريفين فاخذه فارجعه والتزمه من وراء ظهره وقال يا رسول الله كفاك مناشده لربك كما وعد خلاص خافش خذي جميع الاسباب والقلب متعلق تم تعلق بالله رب الأسباب سبحانه وتعالى خلاص فإن الله منجز لك ما وعد معشر أكارم الآن كان عنصر مهم لوازم صحة التوكل على الله تبارك وتعالى يعني كاين أشياء كيف نقول إحنا متوكلين لازم تكون لو كان يكون العكس تاعها هذا دليل بلي ما راناش من المتوكلين إذا لوازم صحة التوكل على الله تبارك وتعالى أولا عدم الركون إلى الأسباب وعدم اليأس الأسباب لكن بالك يتعلق قلبك بالسبب ونهار تفقد السبب ولا يضعف السبب بالك تبكي عليه وتحزن ما دام قلبك معلقا برب الأسباب وما دمت قد أخذت بالأسباب التي تقدر عليها حاجة واحدة أخرى ما من الأسباب الصغير كما قلنا ما تحزنش عليه بارك الله فيك لأن المؤمن دائما انقطع السبب الرجاء في الله لا ينقطع حسن الظن بالله لا ينقطع تفوض الأمر إلى الله لا ينقطع ثقتك بالله لا تنقطع اعتمادك على الله لا ينقطع ثانيا الامتناع عن التسوية بين الله تعالى وهذه الأسباب من ناحية القلبية ولا من ناحية اللسانية ولا يعني جميع الجوانب بالك يتساوى في قلبك السبب مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى وحتى في اللسان تاعك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقول العبد ما شاء الله هو شئت ما شاء الله وشئت ما تقولش توكلت على الله وعليك فضلا عن أن تقول وكلت عليك احنا عندنا بزاف اللي تأكل عليك اللي تصيب صح في قلبك اللي تأكل عليك توكل على الله عز وجل هذا ضعيف ما شاء الله وشئت وش الإنسان هذا مسكين ما شاء الله معليش ثم شئت لعل ثم التي تفيد الترتيب مع التعقيب كاين ترتيب معليش والأحسن من ذلك ما شاء الله وحده ما شاء الله وحده سبحانه وتعالى وانت دير اللي تقدر بارك الله فيك أني توكل على الله وانت دير واش تقدر ما فيش مشكلة كذلك حفظكم الله تركوا التطير اعتقادا وقولا وعملا إذا صح رحمه التوكيل إياك والتطير أو شو التطير التطير في أصله هو زجر الطير بكري واش كانوا يديرون يجي واحد خارج إلى صفقة تجارية خارج في سفر حبيب يتزوج حبيب الحاجة
يحكم طائر ويوم طائر راح اليمين عالم كادي يسقم لي حاوة دي الجبل وحاوة كذا ودي يسفرم بالبوح ويمشي إذا راح طائر عن اليمين عن الشمال عن اليسار يعني عالم كادي من حوسة يعود يرجع الدار. هذه مشكلة، هذا اسمه تطير. فالتطير أصله التشاؤم بالطير، ثم بعد ذلك الناس من قديم يتطيرون ويتشائمون بالطير وبغير الطير، كل واحد مش يتشائم. كان يتشائم بعض الحيوانات يجي خارج يشوف قطاع ودي يدخل قطاع حتى يدخل الدار، لا مش يخدم. هبال كبيرة، ضعف الإيمان. شوف ضعف الإيمان، كان يشوف إنسان ويتحونته يعد يرجع الدار، ما أعرفه كاش فلان هذا الأربين من حبس الله يسترنا يحفظه. يتشائموا، كان يتشائموا بالأيام بالأيام. شوف الكفار إلى الآن يزعمون أنهم تقدموا من ناحية الصناعية وكذا، صح ناحية الصناعية وكذا، نعم العلم المادي نعم، لكن من ناحية الروح، من ناحية الأخلاق، من ناحية الدين، من ناحية القلوب كارثة كبيرة، كارثة كبيرة. وعندهم ما لو يسموه ما فضل يدرس تشاؤم كبير. كان كثير من الفنادق كبيرة ليكا ما تصيبش فيها رقم 13 يخافوا يعني، وعندهم أرقام معينة وكل واحد يتشائم. كان يتشائم بأيام معينة، كان يتشائم بشهور معينة، نسبان موجود هالشيء. كان بأرقام معينة، كان بأناس معينين، كان بحيوانات معينة، كل واحد كيفاش. سبحان الله العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطيارة شرك، الطيارة شرك، الطيارة شرك. قال الصحابي عمر وما منا، الله سبحانه وتعالى قال وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. تجيك خطرة حاجة فزك أطردها، أطردها. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، سمع واحد سمع البومة، البومة تصوت، دارت واحد الصوت بومة، دار الصوت كاين يتشاموا بالبومة، البومة ولا لا خرج تحت فوق خرج دارت ما كاين حاجة، يتشاموا بالبومة، سمع بومة تصوت، واش قال واحد الراجل؟ قال خيرا إن شاء الله. غضب عليه عبد الله بن عباس، قال لا خير ولا شر، خير إن شاء الله تسمع كاين حاجة في نفسك، راك خايفة قلت خير إن شاء الله. قال لا خير ولا شر، هذه بومة يتعيط باك يجعانها باك مش عارف، ما عندها حتى علاقة معها واش تعتقدوا. قال لا، الآن بعض الناس لاباس بهم في العلم وكي يكتب شهر صفر الخير، شهر كذا الخير، لا هذا نوع من الوعتاد، يعني كاين حاجة في القلب اطردها، اطرد هذا شهر من الشهور فيه الخير وفيه الشر كسائر الشهور، هذا يوم من الأيام فيه الخير وفيه الشر والمولى عز وجل كسائر الأيام وهكذا. هذا لازم نفهم. اذا يعني من تمام انك بالطياره بالتطير والتشاؤم نصب هذه الكيفيه هذه، ولذلك احنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تجيك حاجه في قلبك وش تقول؟ اللهم لا خير الا خيرك، لا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. خلاص جدد الايمان تاعك تاعك ومشي، انت قد ما عندك ما تخاف باذن الله عز وجل. توكل على الله في كل شؤون الحياه وتفويض الامر الى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فاعبده وتوكل عليه، جميع العبادات فوض الامر الله عز وجل فيها. وفي دعوتنا اليه فان تولوا فقل حسبي الله، حتى لو خلوك وحدك انت تدعو الى الله، اقتنعت بهذا الطريق انك تنشر دين الله ولا دين الله، بلغوا عني ولو آية، بالك تحبس. فإن تولوا فقل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تعاملاتنا قال تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. خامسا، إذا صح التوكل لا ينبغي خلاص اتفقنا، انت نشوفك رايح تخدم ولا لا؟ انا اثبت ان الصحابه في اخر المطاف مصلحه تحت ومصلحه تحت الدين كحلال احلام صعب كثيرا يصبر الافضل بي عليه الصلاه والسلام حديث معروف يطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ولا يكتوون افضل صعب ولا وحدك وقت مش حرام عليك مصبرش مسكين لو جاع وكذا هذا الحل الوحيد ما فيش مشكل اخر الدوائي الكي لكن كي يترك افضل. وقد حصل للصحابي الجليل عمران بن حصين، تعرف عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه حدث شيء عجيب جدا في صحيح مسلم القصه، اصيب ببواسير
البواسر رحمه الله عافاني الله واياكم من كل داء وبلاء. بواسر افر فيه بزاف بزاف وهو صابر محتسب. فكانت الملائكه تمر عليه تسلم عليه. سبحان الله العظيم، الملائكه يقول السلام عليكم، شي كبير ولا لا؟ لما فر عليه الوجاء اكتوى، بدا يكتوي. لما طفق يكوي تركت الملائكه تسمع عليه، الملائكه مازال تسلم عليه. تأثر فترك الكي، لما ترك الكي رجعت الملائكة تسلم. هذا طبعا هذا توكل مستحب، ماشي هذا الواجب، توكل مستحب، هذا ليس لكل أحد حفظه الله. الإنسان لما يفهم الحقيقة لابد أن يطبق الآن، يطبق القاعدة. شوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام واش قال، وإذا مرضت فهو يشفي. هذه الثقة المطلقة في الله عز وجل. بالك داود الحرام عيب تداوى، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. وهذه الحقيقة بزاف حنا الضعف يا إخواننا. قول لك المرض ما عندوش دواء، غلطة تموم ما تقولش لا. الجزائر ما صابولوش دواء، فرنسا ما صابولوش دواء، أمريكا ما صابولوش دواء. اسمعني بصح تقول لي هذا ما فيش دواء، والله العظيم فيه دواء. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. هي هكذا، هذه الحقيقة. علمه من علمه، وجهله من جهله. ممكن الدواء تاعو والله العظيم ممكن في حاجة أنت راك تاكلها كل يوم ما تدير حتى قيمة، دواء تما بإذن الله تعالى وأنت لا تدري. نهار يحب ربي عز وجل ينزل الشفاء، ينزل مش دواء ما كاش منها. هذا الكلام يا إخوان، المرض عنده دواء. أنت قبل الأسباب، أعظم الأسباب تكون على رب الأرباب سبحانه وتعالى. كما ذكرنا بعد ذلك الداوي وتجري وتسقسي بالحلال ماشي بالحرام. قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، ولا تداووا بحرام. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. مش منها صح؟ ما كاش منها الدواء في حق حرام. إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. في الرزق ومن يتق الله يجعل رزقه من حيث لا يحتسب. سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو انكم توكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق اليوم تغدو خلاصا ويروح بطانا. بالك 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 يكون طائر خير منك. انت عبد مؤمن، انت ربي عز وجل حملك امانه ثقيله. انا الانسان انه كان ظلوما طائر، كنقول احنا ضعيف عليك. قد ما تكون انت ضعيف، ضعيف عليك طائر. ما عندوش عرش، ما عنده شهادات، ما عنده صلة، ما عنده معارف، ما عنده والو. صح يرزق الله تبارك وتعالى. انت انسان مؤمن قوي، عندك عقل الى اخره. ثم قبل هذا وبعد هذا انت من الموحدين، انت من عباد رب العالمين. وتخاف على الرزق، تخاف على الرزق وتنغمس حرام، وتخاف ما يشفيك شوي وتنغمس هنالك. والله المستعان. النبي عليه الصلاه والسلام ان روح القدس نفث في روحي. اسمع مليح الحديث، ان روح القدس هو جبريل عليه السلام نفث في روحي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. الله اكبر. فاتقوا الله واجلوا في الطلب. قال الرزق والله والله الذي لا اله الا هو والله وبالله والله. ما كاش انسان يموت قبل اجل يا عباد الله. ما كاش ذره من الرزق تاعك تبارك ربي ما تديهاش والله العظيم. والعكس اللي ما تبغوش ربي والله العظيم ما تديها. سلام بسلام. هذه العقيده تاع النبي. قال عليه الصلاه والسلام ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. اسمع شيء، ان الرزق لا يطلب العبد، الرزق ماشي تجري موراه، تقدم الاسباب، بصح الرزق هو اللي يجري موراه تديه، اللي مكتوب الله ما يديه واحد اخر، كما قال الاخر لما علمت ان رزقي لن ياخذه غيري استراحت نفسي. وهذا هو الرزق ما يدي حتى واحد الاسباب تاعك، تقدم الاسباب، نعم كما قلنا توكل الاسباب، والرزق يكتب الله غير يوصل، ماشي مكتوب الله ما يوصل واش داير. ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله، كيما يجري موراك الاجل كيما الرزق ايضا يجري موراك. واش تطلب هو اللي يطلبك؟
لا إله إلا الله. زيدكم واحد كلمة قالها شيخ الإسلام قبل كمل الحديث، وحنقول نفسه وأجلها فاتقها وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استقطاء تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أربعة، أمر الذي قبلهما هو أمر الذي بعده هو الرضا. تفضل الأمر الرضا، قلت الأسباب لابد أن ترضى بما سماه له. ولذلك شوف بعد الاستعارة، اللهم إني أستخدمك بعلمك وأستخدمك بقدرته إلى آخره، لا أخرج كلام، وقدر لي الخير حيث الخير حيث كان ثم رضني به، وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، يعطيني الرضا. إن شاء الله سأل ربي عز وجل كل قول لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. هنالك كانت واحد غزوة اسمها غزوة حمراء الأسد، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ضربة موجعة وعد جموع كثير وعد جرحى كبير، يعني ضربة ضربة كبيرة بزاف. عبد رجع علاش؟ لقوة توكله أبدا لا ينهزم حاشاه صلى الله عليه وسلم، وعرف بلي التوكل على الله هو السر، هو سبب النصر على الأعداء، ماشي القوة، ماشي العدد، ماشي العدة، توكل صادق على الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة الله وفضل لم يمسسوا نصر الأداء أو درجة فهذه على ونصر الله سجل أعدائه نصرا مؤسرا. ثانيا الفايدة الأولى، إذا نصر على الأعداء كنته كل شيء فوائد، الفايدة الأولى نصر على الأعداء. الفايدة الثانية تجلب المصالح وتدفع المضار والمصائب ويجلب الرزق ويحصل الشفاء إلى آخر ما هنالك من المصالح تحصل، والمفاسد تندفع المضار تدفع بإذن الله تبارك وتعالى بقوة التوكل. التوكل سبب لقوة القلب ونشاطه، التوكل يعطيك قوة. شوف عند الهضرة لا تحس قوة في قلبك، تولي العقبات والحواجز ونحكوا عليها الناس وتخويفات، ما تخوفكش بإذن الله سجع. علاش؟ كيكون توكل حق التوكل القلب تاعك يكون قويا ويبعثك على النشاط، يبعثك على النشاط وعلى العمل وعلى البذل وعلى الإنتاج والعمل بإذن الله تعالى، تكون إيجابية. المتوكل دائما إنسان إيجابي، والإنسان ضعيف توكل تضعف الإيجابية تعالى، وتميل أنت إلى سلبية بقدر ضعف توكلك، قد ما يضعف توكل قد ما تميل إلى سلبية إلى الكسل، لكن قد ما يقوى فيك توكل تميل إلى النشاط إلى العطاء وإلى البذل وإلى النفع وإلى الإنتاج وإلى الإيجابية كما ذكرت. رابعا التوكل وقاية، وقاية من الانهيارات النفسية والعصبية. علاش بزاف الناس مساكنوا بين غيارون في مثل هذه الأيام؟ ناحية عصبية، أزمة نفسية، أمراض مزعصية، علاش؟ وأكثر منها الانتحار، علاش؟ يأس كبير، ضعف التوكل. الإنسان لما يلقب بالتوكل والله الذي لا إله غيره لا تصيبه أزمة نفسية، لن يصيبه انهيار عصبي، فضلا أن يفكر في الانتحار مع الله. قوة في التوكل، قوة في التعلق بالله سبحانه وتعالى. لذلك اسمع قرأ عن الصحابة الله نحكوا له على الفقر، الفقر اللي جوزوه وما جوزناش احنا وماش فاش حتى في الأعلام تاعهم، المحن اللي جازوا عليها نزل عليها احنا، الفتن الروبية، المصائب، الصعاب، المشاق اللي عاشوهم عشناها احنا، ومع ذلك كانوا سعداء بهالدين، سعداء بهالدين، والناس اللي جاوا بعدهم ايضا لتطلب هذا الدين حق التمسك. ابراهيم بن ادهم رحمه الله كان يشتاق الى كسرة الخبز، وكان كثيرا ما ينام في الشوارع ما عندوش فين يقعد، ويقول كلمه شهيره. واش كان يقول؟ كلمه ذهبيه حقيقه، لؤلؤيه زبرجديه. واش كان يقول رحمه الله عليه؟ لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسياط. شو مستوى عالي حنا اللي كان فيها، ويقول الملوك وابنائهم كن يعرفوا السعاده اللي رانا فيها. قوه التوكل يا اخوانا، قوه القلب، قوه الايمان، كن يعرفوا الشيء اللي رانا فيه حنايا، والله لا يحسدونا ويجالدوننا بالسياط. ناس عرفوا هذا هو. الاسلام كلمه تاعو معروفه جدا، لما يقول ان في الدنيا جنه، من لم يدخل لم يدخل جنه الاخره.
كيف الدنيا جنة في القلب. أنا جنتي وبستاني في صدري أينما رحت فهي معي لا تفارقني. هكذا كان يقول رحمه الله تعالى: إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هو اللي قال إنه لتمر بهذا القبيل. اسمع الناس اللي كانوا عايشين صح يا أخوان، الآن يشوف أوروبي وعالم عايشين تعيش بالإيمان، تعيش بهذا السعادة القلبية الداخلية، هذه الصح. ممكن بالقليل من المال، بالقليل من الزاد تعيش سعيدا، سعادة حقيقية. والعكس ممكن يعطيك ربي عز وجل قصور فاخرة والسيارات الفارهة، يعطيك الأموال الطائلة، ومع ذلك لا تذوق طعم السعادة، ومع ذلك ترقد بالكاشية وتطلب بالكاشيات، ما عندك سعادة. إذا راحت القلب، واش قال؟ إنه لتمر بالقلب أوقات. أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. شوف الناس اللي فهمت منيح، قال القلب يجوز عليه واحد الأوقات السعادة والراحة والطمأنينة والتوكل والتوحيد والإيمان. أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ونرى في حاجة كما دي نرى في عيش طيبة. نزيد إخواننا أنه يباعد والأخلص الذي أشار إليها من فوائد التوكل أنه يحفظ النفس ويحفظ العقل ويحفظ المال ويحفظ الأهل، يحفظ كلش. هديتا تنساش الحديث هذا، خروج من البيت وش يقول لك؟ هديتا وكفيتا ووقيتا. اسمع كل حاجة شرحت لك، حفظك كل شيء بإذن الله تعالى بقوة التوكل. آخر شيء أعظم شيء تحصله لما توكل على الله، لما توكل على الله عز وجل أدخل الجنة صح. ولعلك ولعلني ولعلكم ولعلنا جميعا ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وما ذلك عن طيب عزيز صح ولا لا؟ شكون يدخلوا بغير حساب ولا عذاب؟ الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم هذه النتيجة، وعلى ربهم يتوكلون. ربي يجعلنا وإياكم المتوكلين حقا وصدقا. أنا ما زال عندي كلام إخواننا، إذا عييتوا حمسوا الذي ذكرناها يحفظكم الله. أود أن أختم
ببعض النادر من المتوكلين الصادقين. الناس قرينا عليهم في القرآن وقرينا في السنة من المتوكلين، لعل ذلك أن يعضد ما ذكرناه، ولعل ذلك أن يدفعنا لأن نكون دائما وأبدا إن شاء الله من المتوكلين، أي من الموحدين الصادقين. حفظكم الله رب العالمين. الأنبياء في قمة المتوكلين، قمة شامخة، عليهم الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام مش قال إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظروا. يلا جيبوا كاع الناس كاع قوم تاعكم وكذا، يلا أنا متوكل على الله، أنا وحدي وأنتم كامل كفاك. عليه الصلاة والسلام. هود عليه الصلاة والسلام مش قال قوم تاعكم مش قالوا له؟ قالوا له يا هود ما جئتنا ببينة من سبحان الكافر الكافر ولو أتيته بكل آية ولو جئتهم بكل آية جيبوا جميع الآيات والمعجزات وكذا ما يتبعش. وهذا معروف في قصة الأنبياء عليه الصلاة والسلام وفي قصة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال له شقنا القمر نصفين تبعوك. وش قالوا؟ سحر المستمر، سحر محمد أعيننا. حلمات ما فيش. هذا كان يقول لهود عليه السلام ما جئتنا ببينة ما جئتنا حتى معجزة وما نحن بتلك آلهتنا قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وش قال لهم؟ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا حكاما فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. ولذلك يقول هود عليه الصلاة والسلام المعجزة أوشية الأنبياء عليه الصلاة والسلام رب المعجزة. معجزة هود عليه السلام ما هي؟ هي قوة التوكل. كيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. نجيو نحكيو على إبراهيم عن نبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يعني قريب من تبارك وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيء عجيب جدا. لما أمره الله عز وجل بأن يهاجر هاجر، خرج. أمره الله عز وجل بأن يترك ولده الصغير الرضع مع أمه هذا المرأة الضعيفة وين؟ بواد غير ذي زرع عند البيت المحرم. خلاهم عند بيتك المحرم، خلاهم في مكان مكان سكان مكان ناس مكان حرارة شديدة جدا مكان مر مكان ولا شيء، شوية مر في جراب وشوية قليل من الماء، خلاهم وراح لأن الله عز وجل أمره فأتمر. شكون يقدر يدير هذا؟ متوكل على الله عارف بما يضيعوش. مشى هو يمشي في الطريق طبعا زوجته مرأة ضعيفة مسكينة هاجر عليه السلام تبعته. يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم وهو لا يلتفت. صح لأنه أحيانا الإنسان يقول يلتفت يضعف. ربي أمره وشوف على مرته مسكينة وليده صغير ماشي سهل ما حبش يلتفت لها غير يمشي يمشي يمشي. إلى من تكلنا لمن تخلينا؟ كان حتى واحد في الأخر شفته ما يلتفت. وش قالت له؟ الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أن نعم. الله أكبر ربي أمرك بهذا الشيء؟ فأشار أن نعم فقالت إذا لن يضيعنا. الله أكبر. تتعجب من إبراهيم عليه السلام ولا من زوجته ولا من تعجب؟ إذا لن يضيعنا وصح ما ضيعوش ربي عز وجل. وهكذا المؤمن يعيش. ربي أمرك ائتمر ما تخافش ائتمر ما تخافش بإذن الله سبحانه وتعالى. زيدوا نحكوا على موسى عليه الصلاة والسلام. موسى البداية تاعه كانت عجيبة لما أصبر فرعون مرسوما رئاسيا كما يقولون أمرا فرعونيا. جاءوا الكاهنة تاعه واش قالوا له؟ قالوا يا فرعون رانا شفنا وكذا وبنا باللي كاين واحد راه يزيد هذا العام يولد هذا العام صبي يولد هذا العام زوال ملكك على يديه ملك تاعك راح يروح على يده. الله نداء صراخ كذا الدنيا قالوا كل واحد يزيد هذا العام قتلوه كل واحد يزيد هذا العام وقتلوه. ظلم عظيم. تشوف سبحان الله سذاجة لما الانسان يجي في الكرسي سذاجة كبيرة. خاطش هذا الشيء قاله الكهنة تبعوا معايا واحدة باثنين اما خبر صادق واما خبر كاذب صح ولا لا؟ ما كاش حاجة ثالثة. اما الصح راح يزيد هذا العام واحد ينحل الملك تاعو واما ماشي صح. وهناك الصح ماذا تدخل في الغاشي؟ قلت لي حينك الملك تاعك يعيش صح ولا لا؟ حتى تدخل في الغاشي من غير حق الصح ولا ماشي صح؟ علاش تدخل في الغاشي في الباطل؟ اسمها سذاجة سذاجة كبيرة.
وهذا على كل حال صح. زاد هذاك العم موسى عليه الصلاة والسلام يما حبته في هذيك الأيام كيش دينه مرة ضعيفة، نهر كبير بحر كبير كيش دير، فرعون يحوس الجنود تاعهم يحوسوا كل واحد، زاد هذا العم يقتل. واش قال ربي؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه، ماشي وحي تاع الأبوة، هذا وحي آخر إلها من الله عز وجل. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه فإذا خفت عليه، لو كان تخافي واش دايرين؟ سبحان الله العظيم، أنت كي تخاف تشبك البحر. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعله من المرسلين. بشارة عظيمة، نردوه لكل زين راح يكون من المرسلين، كي تخافي أرميه، ماشي سهلة، توكل كبير على الله. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وهذا الذي كان خاف تحس الخطر راح يقتلوه رماته ربي عز وجل، تكفل به في البحر في الصندوق تاعو ما غرق ما صار له ولا شيء، صابي رضيع في ايامه الاولى واش يعرف يعوم واش يعرف كذا، لكن الله عز وجل شاء ان يرفعه تلك الدرجات العاليات. شوف التوكل واش يدير يا اخوان. موسى عليه الصلاه والسلام لا شك، ومن بعد وين تربى؟ تربى في العز في القصر تاع فرعون، كان واحد اسمه شيخ العشاء تربى في القصر، حاجه ما تخصو عليه الصلاه والسلام. رفض كاع المرضعات يا اخي، شكون رضعات؟ يما ناخذ حتى ثدي، حتى وين جابوا له يما باش رضعاته، وقبل الثدي تاعها وعززت وكرمت بعد ما كانت خايفه من الهلاك الى اخره. واذا العنايه لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن امانه. موسى عليه الصلاه والسلام كبر وصار مع فرعون ويدعو الى الله عز وجل، يتفكر القصه تاع الصور، يحكوا له قصه وصور في الصور وكذا، الحمد لله توكل عظيم. بتولي في كبري لما خرج ببني اسرائيل، هرب خلاص، هرب من فرعون وجنوده، خلاص انا شحال ما حبيتوش نعيش معاكم ما نعيشوش، خرجوا. لما خرجوا فرعون ما حبش، قال لازم نقضوا عليهم مره واحده، وصاوا ما تخليهمش يروحوا لجهه واحده اخرى يصنعون دوله وغير ذلك، اقتلوهم استقصي شفتهم. لما خرجوا وصل البحر يلتفت خلفه فاذا بفرعون وجنوده، الله اكبر، كما قال البحر امامكم العدو وراءكم، وين يروح؟ الناس المؤمنين اللي كانوا معاه عقيده من بني اسرائيل شافوا هذا الوضع، وش قال؟ خلاص انا لمدركون، ادركنا فرعون وجنده بصراحه، انا لمدركون. وش قال لهم؟ قال كلا، لا سبحان الله، انا كنت والو، رضي ربي نجاني وشوف الوصف، الان الحمد لله صرت نبيا رسولا، ربي خليني ضيعني ابدا. قال كلا ان معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. وش حدث؟ معجزة عظيمة، أضرب العصا تاعك برك، عصا عصا عادية أضرب بها البحر، طريق البحر عظيم، خرجوا مع بني إسرائيل إلى الطريق، فرعون وجماعة وسطوك قال لك نشوف الطريق، ما راكش متوكل كيما هذوك، طلع فوق الطريق هذيك وطلع البحر كيما كانت، غرق هو ومن معه، والقصة معروفة عندكم حفظكم الله. النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات عرفوا كان مع أصحابه في 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 سفر، جاء وقت وين حب النبي يسوف يستريح بعد عن القوم، أصحابه بعد عليه زين، هو متعب في شرائح، جاء واحد أعرابي من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد من يمنعك مني؟ فرصة ما طيحلوش هذه بحياته كاملة، وحده النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه ما كانش بعد عليه والسيف تاعو معلق وراقد، فرصة كيما هذه ما طيحلوش لا تتاح له. واش قال؟ من يمنعك مني يا محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاف، متوكل على الله يا اخوان، نتكلم توكل، قال الله، شكون يمنعني؟ شكون يسلكني؟ الله. فارتعد الرجل واضطرب سقط السيف من يده، قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمل السيف عند راس الرجل، قال الان من يمنعك مني؟ شكون يمنعك؟ رجل نافشق والله واش متوكل؟ واش قال؟ قال يا محمد كن خير اخذ ما تضرنيش، كن خير اخذ. واش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان راح يقتلوا قبل دقائق، قبل ثوان، ما انتقمش منه. قال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ واش قال له؟ قالوا لا اشهد، ولكن اعدك انني لن اكون مع قوم يقاتلونك. قالوا روح، خليه يروح، كان حاب يقتله، روح راح عند القوم تاعو يقول جئتكم من عند خير الناس صلوات الله وسلامه عليهم. سمعنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة مع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سمعنا
في يوم أحد أو بعد أحد الذين قد جمعوا لكم فاخشوهم فزدهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أبو الصديق منا استفاد نشيء في القضية يوم دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى النفقة صادقة. أبو الصديق عنده دراهم فذاك ما طب عنده دراهم قال لك اليوم نربح اليوم نفوز هذه المنافسة الشريفة لأسبقن أبا بكر إن سبقته يوما جامي سبقته لي نسبقه. جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله عمر الفاروق رضي الله شكون يسبق نصف المال تاعو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبو بكر بعده بماله كله كلش خرج من ماله قال يا أبا بكر ما تركت لي أهلك قال تركت لهم الله ورسوله اسمه هذا هو التوكل الحقيقي. احنا مطلب ناشا شيء مطلق يتصدق ولقد الأسباب لقد الأسباب كما قلنا وهكذا التوكل على الله تبارك وتعالى. قصة أخرى معليش وصل الوقت ممكن قصة أخرى تعرفوها في صحيح البخاري وغيره قصة رجلين من بني إسرائيل واحد جاء واحد سلف عليه المال ألف دينار مبلغ كبير تاجر قبل نروح البلاد الثانية سافر وصل الوقت وين يرجع ويطلب راه الرجل وش يدير يخرج البحر ينتظر يجي سفينه يجي فريد ما كانش الاخر هو في الاخر الحمد لله امين جاي لبلادو في الوقت المناسب باش يطلب راه ما كان حتى سفينه وش يدير يأس حكم جاء شجره حلو في الوسط حط فيه دراهم وغلقوا ورمى في البحر من بعد البلادو شجره وتوصل لك الانسان بالذات ما عندوش واش نقولوا حنا دير السبب اللي تقدر عليه هذا واش قدر مع السبب الاخر كل كان عنده سبب شي يركب ويجي هذا واش قدر من الاسباب فكر في القضيه هذه على الاقل. الراجل دائما يخرج سفينه ما جات يشوف غصن هذا قال يا مليح هذا جد عدا ندير داري ندير واحد طب شعب راح للدار فتحوا يلقى دراهم معاهم الرساله باللي سامحني ما قدرتش نجي في الوقت المناسب وهذه اهم دراهم ان شاء الله ربي يوصل الله اكبر خطب راهم وكذا وهذا الحطب شعل به ما خلاص اخر مازال يسال السفينه جات السفينه جا خير جات السفينه اول شيء هبط راه عنده ادالو 1000 دينار تاعو خرج في راسك جي دعو وصل هذيك وصلت انا درت واش نخدم سامحنيش نروح عند السيد قال 1000 دينار قال له خذ اموالك يا ودي 1000 دينار غالب سامحني الطريق ما كان ما كانش السفينه ما كانش هذا البحر الى اخره قال له خذ دراهمك فقد ادى الله لك سدد ربي عليك يا اخي جعلت ربي عزيز كفيلا وجعلته شهيدا خلاص فقد ادى الله عنك قوه التوكل وتسلموا وتعانقوا وكذا والحمد لله رب العالمين. طيب الصحابه قال لك رضي الله عنهم كانوا كيجلسوا ويحكوا الحكايه ويحكوا القصه الحكايه للناس واش يقول لك يقول كيناقشوا ايهما امن من صاحبه شكون اعظم امانه من الاخر هذا ولا هذا وشكون اعظم توكل هذا ولا هذا في زوج امناء سبحان الله العظيم في غايه يعني في غايه في الذروه من الامانه رحمه الله تعالى رحمة واسعة نخرة كامل شكى رجل إلى إبراهيم من أدهم فعلمه إبراهيم رحمه الله تعالى درسا في التوكل لن ينسى واش قال إبراهيم من أدهم لأخو شكى قال عدالي بزاف والمصاريف بزاف وما قدرش وكلش غالي شكوى لي نسمعوها كل يوم الصباح كي نحلو علينا نسمعوها العشية نسمعوها في وسط النهار نسمعوها الدراهم وكتب غدا وما قدرناش وما وصلناش والدراري وما قدرتش الى اخره. جا واحد شكا ابراهيم الادهم في ذاك الزمان واش قال له ابراهيم الادهم؟ قال يا اخي ابراهيم زوالي مزيان رحمه الله قال يا اخي انظر كل من في منزلك ليس رزقه على الله فحوله الى منزلك. دوك اي واحد في دارك يدير رزق تاعو ماشي على الله ابعثه لي ليا. اعطاه درس لا ينسى كي بدا يشوف انا رزق على الله وهذا رزق على الله والدراري تاعك انت ترزقهم تقدم اسباب لا بد منها ماشي بدا ترزقهم رزق تاع ربي ربي الرزق تاعهم قبل ما يخرجوا الدنيا كان مكتوبا اخر دره من الرزق كما قلنا يديوها بيك ولا بلا بيك. شحال من الناس مات باباهم الحمد لله مات باباهم ترفوا ولا لا رزقهم جاهم بيك ولا بلا بيك انت تقدم اسباب وتتوكل على وقع
على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. معاشر أكارم طول عليكم شوية سامحونا، ربي يحفظكم الله جل وعلا، أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله جل وعلا أن يجزي لكم مثوبة جميعا من كان سببا في هذا الخير وأنصت ولو دقيقة واحدة، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا دائما وأبدا إخوة المتحابين على سرور متقابلين، وأن يقال لنا قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Yeah.